هاد الصوص الطماطم ديال الطاجين ديال الكفته والبيض، كديروا مع الطيشه بصله، كتشحريو مع الثومه في الزيت. بالنسبه للتوابل كديروا شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه خضر بودر، شويه بابريكا اللي هي التحميره اولا. لا ما درتش، شنو هذا؟ معدنوس وملح، نسيت واقيلا ما قلت لكم ملحه. صافي، وفلفل حار. دابا كنحركهم واحد شويه حتى كتبنا المطيشه وخفات. طبعا المطيشه محكوكه يعني طريه ماشي معلبه، كنطفيو عليها حتى نوجدو الكفته. بالنسبه للكفته درنا نفس التوابل اللي درنا في صلصه الطماطم، ضفنا عليها غير الزنجبيل هو اللي ما درناش تما، هنا كنضيفو الزنجبيل وشويه القرفه، يعني قريصه ديال القرفه ماشي تكثروا. وهنا عندنا سبع توابل اللي هما راس الحانوت، هما توابل سبعة الانواع مختلفه كتعطي نكهه عربيه. عندنا الكفته كنديروها كويرات هكا، كنحطوها تما نسوا كتلكت طرف الكل حفيرات، وكديروا بيضات ممكن ديروا مع كعوينات، ممكن ديروهم اومليت خلط. عندي واحد شويه ربيع غنضيفوه على الوجه وصافي، ها هو واجد.